واحنا نايمين صحينا ما شفنا الا الدار بتقع علينا. اخذنا اتصلنا في الاسعاف، ما بنعرف شو وين الضرب. اتصلنا في الاسعاف، اخذت اولادي الاثنين وبنتي على المستشفى. بدون ما يحذرونا، في الليل واحنا نايمين، ما بعرفش الساعة قديش بالضبط، الا بيجي يمكن 9 دبات ولا 10 دبات صواريخ، ما شفنا الا الدار بتهيل علينا بدون تحذير وبدون حاجة وبدون ما، واحنا نايمين. وصرنا ننقل ونتصل في الاسعاف وننقل في الاولاد. لا هذا التفكير.